العيد فرحة وأجمل فرحة، وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم. بيقولوا بقى ان عيد الفطر ده طول عمره ليه أهمية، وخصوصا عند الفاطميين، وكان اسمه عيد الحلل يعني الموسم الكبير، وكانوا بيوزعوا على الناس لبس جديد يقضوا بيه العيد من الكبير للصغير. ما هو كان لازم كله ينبسط ويعيد بهدوم جديدة، وعاشت معانا العادة دي لحد دلوقتي. وكان يوم العيد الصبح كله بيصحى بدري يلبس هدومه الجديدة ويخرج عشان يصلي العيد في موكب صلاة العيد، موكب كبير وبوسط تكبيرات العيد. وبعد ما يخلصوا ويرجعوا تاني في الموكب كان في أغاني وفقرات فنية بتتقدم في الطريق، والناس بتسلم على الخليفة وتعيد عليه. وكل الطريق من القاهرة المعزية شارع المعز لحد باب النصر مصاطب الناس تريح عليها وهي بتستمتع وبتسمع الفقرات الفنية. أما العيد في العصر المملوكي فكانوا بيسهروا ليلة العيد لوقت متأخر، ويحضروا الهدوم الجديدة اللي خدوها من الدولة عشان العيد ويجهزوها من بالليل، ويجهزوا طبق الحلويات بتاع الفطار الصبح، ويصحوا من بدري عشان موكب صلاة العيد ويصلوا العيد. وكان السلطان بيروح طبعا لصلاة العيد بعباية جديدة هو كمان، ومعاه الوزراء والتجار وكبار رجال الدولة. وبعد الصلاة كان لازم يروحوا يزوروا المقابر في العيد، ودي من العادات اللي أخذناها من المماليك. وكمان كانوا بيخرجوا المساجين بمناسبة العيد، وطبعا كانوا بيخرجوا يتفسحوا في الجناين العامة وعلى ضفاف النيل. ومن عادات المماليك اليوم ده كمان إن الغدا بيكون سمك مجفف فسيخ يعني، أو أي سمك من الأسماك بشكل عام، ودي من العادات اللي حافظنا عليها لحد دلوقتي. أما العيدية أهم حاجة في العيد، مشتقة من كلمة عيد، وكان بيوزعها الفاطميين مع اللبس لكل الناس كبار وصغيرين رجالة وستات. أما بقى كبار رجال الدولة كانوا بيروحوا ياخدوا العيدية من الخليفة في قصره ويعيدوا عليه، وأكيد عيديتهم ذهب ودنانير زيادة عن عيدية الدولة الرسمية لعامة الشعب. أما بقى عيدية العصر المملوكي اتغير اسمها للجمكية، وكانت بتتوزع مع حلويات العيد في طبق واحد لكل أفراد الشعب. وفي العصر العثماني بقى كبروا الموضوع أكتر، بقى فلوس وهدايا ولعب أطفال، ما هو كلنا كنا لازم ننبسط ونفرح بأجمل فرحة. هتلاقوا المصادر تحت الفيديو، وتوتا توتا فرغت الحدوتة. استنونا بكرة في حلقة العيد مع نورهان نبيل.